السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوات كرام، أخوات فضلات، وصلنا معكم إلى المحاضرة الثالثة من الفصل الثامن من منهج الشبكات الأكاديمي، واللي يتحدث عن الـ Network Security. في المحاضرات السابقة شرحنا ما هي الأساسيات للـ Network Security، يعني ما هي الإجراءات الأمنية التي يجب أن توفرها الشبكة. تحدثنا أيضا عن الـ Principles of Cryptography اللي هو يعني أساسيات التشفير. وصلنا إلى الجزء الثالث من هذا الفصل واللي يتحدث عن الـ Authentication. Authentication بصورة عامة هي التأكد من هوية الشخص الآخر. يعني احنا مثل ما ذكرنا، يعني في كل لحظة من لحظات الاتصال في الشبكات هناك طرفين يقومان بالاتصال مع بعضهما، سميناهم يعني بوب وأليس، يعني كتسميات عامة. الهدف انه بوب wants أليس to prove her identity to him، يعني بوب عندما يستلم رسالة من أليس يريد من أليس انه تثبت له هويتها. البروتوكول الأول يعني او القضية الأساسية او الشيء البديهي هو انه أليس ستقول له I am أليس، يعني أليس مجرد أنه تقوم بإرسال رسالة تخبره بأنه هي أليس. ثم بعد ذلك يعني يفترض أنه يكتفي بهذا الشيء لمعرفة هويتها، إلا أنه المشكلة أنه في الشبكة فإن بوب لا يستطيع رؤية أليس يعني بشكل مباشر، وبالتالي ترودي اللي هو المان إن ذا ميدل أو الومن إن ذا ميدل ببساطة يمكن أن يعلن نفسه كأنه أليس. يعني تصل رسالة من ترودي من المخترق أو الهاكر لبوب تقول له I am أليس، يعني بوب من المستحيل أن يستطيع معرفة أنه هذه الرسالة جاءت من أليس الحقيقية أو من الشخص الذي انتحل هويتها. هذا إذا كانت القضية بهذه البساطة، يعني مجرد أنه نقوم بإرسال رسالة نخبر الطرف الآخر فيها بهويتنا. الحالة الأخرى اللي هو البروتوكول نمبر 2، يعني كأنه هو الشيء الأكثر تطورا من عنده، الشيء الذي الإضافة الأخرى التي نستطيع إضافتها هي أنه أليس تقوم بالقول بأنه I am أليس، وتقوم بإرسال الاي بي ادرس الخاص بها إلى بوب، على فرض أنه بوب يعرف الاي بي ادرس الخاص بها. أيضا هنا المشكلة راح تكون عندنا أنه ترودي الشخص اللي الهاكر الموجود في الوسط المان ان ذا ميدل أو الومن ان ذا ميدل يمكن أن يقوم ب كرييت باكيت سبوفينج أليس ادرس، يعني يقوم بإنشاء باكيت أو بيانات باكيت من البيانات تقوم بانتحال شخصية أليس أو الادرس الخاص بها، وأيضا تقوم بإرسالها إلى بوب وتقول له أي أم أليس، وتعطيه باكيت مزيفة تحتوي على الاي بي ادرس المزيف الخاص ب أليس في هذه الحالة. وأيضا راح يكون من الصعب على بوب معرفة أنه هذا اللي قام بإرسال الرسالة هو أليس أو شخص آخر. الخطوة الثالثة أنه تستطيع أن تقول له I am أليس وتقوم بإرسال a secret password to prove it، يعني تقوم بإرسال باسورد سرية إلى بوب يعني تبين له بأنه هي الشخص المطلوب، يعني تقوم بإبلاغه بأنه هي أليس وتقوم بإرسال رسالة تحتوي على الباسورد، وأيضا تقوم بإرسال الآي بي أدرس. وأيضا بنفس الحالة الأخرى أيضا بالبلاي باك، يعني بما أنه الشخص الموجود في الوسط يستطيع أنه يقوم بعملية الكابتشر للبيانات التي يتم إرسالها، فيقوم بعملية البلاي باك مجرد يعني تشغيلها مرة أخرى، وأيضا يقوم بتسجيل كل الباكتات التي تقوم أليس بإرسالها، ثم يقوم يعني إعطائها مرة أخرى إلى بوب في المستقبل، وأيضا يقوم بانتحال شخصية أليس، أيضا يقوم بإرسال رسالة I am أليس والباسورد الخاص بأليس والآي بي أدرس الخاص به. وبالتالي بوب أيضا يعني راح يعتقد أنه هذا هو أليس الحقيقي، يعني فيقوم بإرسال رسالة أوكي ويبدأ عملية الكونفرسيشن، وبالتالي هو سيقوم ب يعني اعطاء بيانات معينه الى هذا الشخص الثالث اللي هو لا يعرفه، انه يعني يتوقع انه هو اليس ولكنه هو عباره عن هاكر، فيقوم باعطائه الكثير من البيانات التي قد تكون يعني لها تاثير على حياته، له تاثير على امواله وغيرها من الامور الاخرى. البروتوكول الاخر اللي هو ممكن اضافته انه اليس تقول له بانه اي ام اليس وتقوم بارسال الباسورد مشفره، يعني كلمه السر مشفره لتثبت بانه هي اليس. هذه الحالة أنه أيضا عملية التشفير يعني كأنه هي طبقة أخرى من السكيورتي تضاف لتحديد هوية المرسل والمستقبل. وأيضا البلاي باك أتاك إز ستيل وركينج، يعني أيضا ترودي يستطيع تسجيل كل الرسائل الذاهبة والواردة، وبالتالي حتى الباسورد المشفرة أيضا تستطيع إرسالها مرة أخرى، وبالتالي يعني لم نقوم بعمل شيء، مجرد أنه زيدنا اللود اللي موجود في الشبكة، ومن يعني بدل أنه نقوم بإرسال الباسورد سنقوم بإرسال الباسورد المشفرة، إلا أنه هذا الشيء أيضا ما زال غير كافيا لإثبات هوية الشخص الآخر، لأنه أي شخص في الوسط يستطيع يعني اختراق هذا الاتصال وأخذ يعني اختراق الخصوصية. yet another try، يعني محاولة أخرى أيضا avoid play back attack، لكي نتجنب هذا الأتاك نقوم بإرسال ما يسمى بالناونس اللي هو رقم لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر، بحيث أنه أليس تثبت بأنه هي لايف، انه هي اليس الحقيقيه.
بوب يقوم بإرسال ناونس آر إلى أليس، وأليس تقوم بإرجاع الآر مشفرا بالسيكرت كي. يعني أليس تقوم بالبداية بالقول آيام أليس، بوب راح يقوم بإرسال يعني فد ناونس اللي هو رقم معين لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر. أليس راح تقوم بتشفير هذه الآر بالسيكرت كي الخاص بها وإرجاعه إلى بوب. بوب يفترض أنه يعرف السيكرت كي ويعرف أنه نتيجة التشفير لهذا الآر هي الكي أوف أي بي آر، فبالتالي راح يتأكد أنه هي أليس يعني. So it must be أليس. أيضاً يعني هنا تلاحظ أنه التطوير الآخر أنه يمكن أن أليس تقوم بإرسال رسالة أيام أليس، بوب راح يقوم بإرسال الآر، هي راح تقوم بإرسال الانكريبتد آر. بعد ذلك يقوم البوب بإرسال البوبليك كي اللي تحدثنا عنه في المحاضرات السابقة، وأيضاً أليس تقوم بتشفير الرسالة باستخدام البوبليك كي الخاص ببوب. بعد ذلك يستطيع يعني بوب بتطبيق البوبليك كي والبرايفت كي على الناونس اللي هو الآر لاستخراج الآر الأصلية، وبالتالي راح تكون هذه العملية يعني معقدة أكثر بالنسبة للمخترقين. المشكلة أيضاً اللي راح تواجهنا أنه المان أو الومن إن ذا ميدل أتاك، يعني هجوم الرجل أو الإمرأة في الوسط. أيضاً ترودي يستطيع بأنه يجلس في الوسط ويقوم باستلام كل الترافيك القادم من أليس، ويعني أيام أليس يقوم بإرساله إلى بوب مباشرة أيام أليس. عندما بوب يرسل الآر سيقوم ترودي أيضا بأخذ الآر وإعطائها إلى أليس. عندما أليس تقوم بإرجاع الكي ماينس أي أوف آر اللي هو يعني البوبليك كي إنكريبشن أوف ذا آر، أيضا راح تقوم بأخذها، طبعا هي تقوم بتسجيل كل شيء وإرجاعها مباشرة إلى بوب. بوب بعد ذلك راح يقوم بإرسال البوبليك كي، أيضا ستقوم بحفظ نسخة من عندها وإرسالها إلى أليس. أليس ستقوم بإرسال الرسالة مشفرة بالبوبليك كي. ايضا هنا ترودي سيحصل على الرساله الاصليه، البوبليك كي والبرايفت كي كلها ستكون لديه في هذه الحاله، وايضا يقوم بارسال كل الرسائل الى بوب اللي هي موجهه له من اليس، وكل الرسائل الموجهه من اليس الى بوب. وبالتالي الشخصين في الطرفين يعني difficult to detect، من الصعب انه يكتشفون ان وجود شخص في الوسط، لانه بوب راح يستلم كل الرسائل الموجهه له من اليس، وكذلك اليس ستستخدم كل الرسائل الموجهه لها من بوب، بحيث انه حتى اذا جلسوا يعني التقوا بعد عده اسابيع وقاموا باسترجاع كل الكونفرسيشن سيجدون ان كل الرسائل وصلت، الا ان المشكله انه ترودي استلم هذه الرسائل في نفس الوقت. ترودي او المان ان ذا ميدل او الومن ان ذا ميدل حصلت على نسخه من هذه الرسائل، فبالتالي اخترقت العمليه بشكل كامل. كيف نتاكد او كيف نقوم باصلاح هذه المشكله؟ باستخدام ما يسمى بالديجيتال سيجنتشرز اللي هي التوقيع الالكتروني. تقنيات التشفير بالحقيقة هي مشابهة للهاند ريتن سيجنتشرز اللي هي يعني الديجيتال سيجنتشر. التوقيع الالكتروني هو عبارة عن تقنيات تشفير مشابهة الى التوقيع الهاند ريتن اللي هو التوقيع المكتوب باليد، بحيث انه المرسل ديجيتالي ساين ذا دوكيومنت، المرسل اللي هو بوب سيقوم بتوقيع الوثيقة رقميا، بحيث انه establishing he is the document owner او creator، بحيث انه يعني يقوم بتأسيس مفهوم انه هو المالك او المصمم لهذه الوثيقه. بالتالي الوثائق التي سيتم توقيعها الكترونيا راح تكون verifiable قابله للتاكد من اتها، ونون forgeable اللي هي يعني غير قابله للتلاعب بها او غير قابله للانتحال، بحيث انه recipient اللي هو اليس راح تستطيع اثبات انه لاي شخص بانه بوب وليس اي شخص اخر هو الذي قام بتوقيع هذه الوثيقه. هنا أنا باستخدام simple digital signature for message M، بوب يعني يقوم بتوقيع هذه الرسالة من خلال تشفيرها بشفرة معينة هي تعتبر نفسها هي digital signature الخاصة به، بحيث أنه الرسالة M الأصلية يتم تشفيرها بالبوب private key public key encryption algorithm، أيضا يتم إرسالها إلى أليس مثل ما ذكرنا سابقا. هنا digital signature، suppose أليس receives the message، يعني نفترض أنه أليس قامت باستلام الرسالة مع السيجنتشر، بحيث انه راح تكون هي كي بي ماينس اوف ام، هذه الرساله الموقعه يعني الكترونيا او الموقع الكترونيا. نعم، اليس فيريفايز ام مسج باي بوبس ابلاينج ذا بوبس بوبليك كي، يعني اليس راح تقوم بالتاكد من انه هذه الرساله هي فعلا قادمه من بوب بتطبيق البوبليك كي على البرايفت كي على المسج، بحيث انه تقوم بتشيك انه الكي بلس اوف كي ماينس اوف ام يساوي ام الاصليه مثل ما تحدثنا عنها في المحاضره السابقه. اذا كانت الكي بلس اوف كي ماينس اوف ام يساوي ام، however whoever signed ام must have used bob's private key، اي انه اذا كانت هذه المعادله صحيحه
فبالتالي الشخص مهما يكون هذا الشخص، سواء هو كان بوب، سواء كان ترودي او اي شخص اخر قام بتوقيع هذه الرساله، هو استخدم البرايفت كي الخاص ببوب، مع انه البرايفت كي الخاص ببوب هو لا يعرفه الا بوب فقط. فبالتالي اليس thus verifies that، بالتالي اليس تستطيع التاكد من انه بوب هو الذي قام بتوقيع الرساله وليس شخصا اخر هو الذي قام بتوقيعها، وبوب ايضا قام بتوقيع الرساله ام وليس ام داش، يعني هذه الرساله فقط اللي هي تم استلامها وليس اي رساله اخرى، لانه من المستحيل انه اي رساله اخرى نطبق عليها البوبليك كي والبرايفت كي تنطينا الرساله التي يعني تم الحصول عليها، لانه هي رساله واحده فقط. هنا راح يكون عندنا مفهوم النون ريبيوديشن اللي هو عدم الانكار، اي انها اليس تستطيع اخذ الرساله الموقعه من قبل بوب الى المحكمه وتثبت بانه بوب هو الذي قام بتوقيعها، لان هنا صار عندنا عمليه يعني عدم انكار، وصار عندنا تاكد من هويه الشخص المرسل من خلال استخدام ما يسمى بالديجيتال سيجنتشرز. فهذا هو يعني مفهوم الاوثنتيكيشن، يعني كانه ابسط او اقصى ما توصلت اليه الاوثنتيكيشن في الوقت الحاضر. طبعا يعني هذه مجرد التقنيات البسيطه، يعني هناك الكثير من الكلام في هذا الموضوع ايضا. يعني ترودي المان ان ذا ميدل مستمر في تطوير مهاراته لاختراق كل انواع الاتصالات، وفي نفس الوقت مهندسي الشبكات والمسؤولين عن الامنيه يعني مستمرين في البحث عن تقنيات افضل للتاكد من سلامه الرسائل وعدم وجود شخص في الوسط. في المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نبدأ يعني نكمل هذا الموضوع ونلاحظ أنه ما هي المشاكل التي ظهرت بعد ذلك وما هي الحلول لها. فخليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامة.